عم بنسأل كتير فيدباك على النيوتري كوك. صراحة سوفر أنا كتير مبسوطة فيها. رح لكم هلأ اليوم فاكرة أعمل جريلد كوسة، كتير بحب الخضرة المشوية سو بدي جربها. أهم شيء أول ما ندورها، لأن سألوني كم حدا كيف بيستعملوها، فأول شيء بس دورها بعمل بري هيت. أنا أوريدي عملت البروجرام البري هيت 3 دقايق، ومن بعدها بدور وبحطهم كلهم سخنة، بحطهم كلهم بقلب ال اير فراير. في لها 3 جوارير سو كتير براكتيكال، يعني إذا حدا عم بيعمل لنقول اسكالوب هامبرجر أو شيء، يعني فيها تاخد up to تنقول 3x3 like 9 pieces of burger at once. So هلأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.